السلام عليكم. اليوم نروح للمدينة تاع وهران لنقف على العملية تاع التهيئة تاع حي العقد لطفي، واللي انتهت العملية والآن نروح نشوف ندير جولة في الحي هذا لنشوف يعني النتيجة نتاع هذه التهيئات الجديدة على مستوى إذن حي العقد لطفي. نترككم تتابعون هذه الجولة إذن الممتعة، والسلام عليكم. أنا بسرعة كده، أنا بس ما أعرف أنا زي ربنا.